الاتحاد يقدم عرض رسمي جدا ضخم لحسان تنبكتي. إدارة الاتحاد قدمت عرض لإدارة نادي الشباب السابقة بخصوص انتقال حسان تنبكتي للاتحاد، بس إدارة الشباب السابقة كانت عندها مشاكل مع إدارة الاتحاد، وانتم عارفين ايه سبب هذه المشاكل، وكانوا رافضين هذا الانتقال. الآن جاءت إدارة جديدة نادي الشباب، وإدارة الاتحاد قدمت عرض جدا ضخم لحسان تنبكتي، وبإذن الله إدارة الشباب جديدة المفروض انها توافق، لأنه الاتحاد الآن محتاج مدافع، ما بالك لو يجيك مدافع جدا ممتاز ومحلي، يعني مكسبين للاتحاد.